الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. معكم القائد سعيد بحاتي، المفوض الوطني في تنمية قيادات للمنظمة الوطنية للكشافة بلا حدود. احنا اليوم حاضرين بمدينة عرائش في إطار اللقاء الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة اللي كيتنظم تحت شعار تواصل طموح استمرارية، واللي غنحاولوا بتواجدنا هنا فهاد بين الكشافة كنحاولوا أننا نعطوهم وجهة نظرنا في المجال الجهوي وكيفاش يمكن لنا أننا نطور الجهة، على اعتبار أن المملكة فيها 12 جهة اللي خصنا نغطيها كاملة، وكذلك غنحاولوا نعطوهم أيضا الاستراتيجية التي تقدمها المنظمة والقيادة العامة في مجال التكوين والتأطير الكشفي بالنسبة لكل الجهات. احنا غنعتمدوا في داخل المنظمة المجال الجهوي، وغنحاولوا أننا نعطوا للجهة استقلاليتها في العمل الكشفي، وأنها تكرس هذا الميدان باعتباره من أهم الميادين التربوية اللي يمكن تعطينا ناشئة يعتمد عليها في بناء الوطن وفي المساهمة في التنمية الوطنية والتنمية المحلية والتنمية الجهوية أيضا. السلام عليكم، معكم زكريا الرحالي، المندوب الإقليمي المنظمة الوطنية للكشافة بلا حدود. نشاطنا هذا بطبيعة الحال داخل ضمن فعاليات اللقاء الجهوي الأول للمنظمة الوطنية للكشافة بلا حدود من نوبية العريش بطبيعة الحال. اليوم فقط كانت عندنا جلسة افتتاحية من أجل تعريف بالمندوبية الإقليمية بطبيعة الحال، وما بين المندوبية الإقليمية والقيادة العامة باش تعرفوا على باقي الأعضاء ديال قيادة المندوبية. غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم هو يوم حافل إن شاء الله بالأنشطة وباللقاءات اللي يكونوا فيها بطبيعة الحال مندوبية القصر الكبير، وغتكون حاضرة معنا المندوبية الجهوية مندوبية طنجة، وغتكون معنا المندوبية ديال زعرورة، وغتكون معنا المندوبية ديال خميس الساحل بطبيعة الحال. هذا لا يفوتني الذكر، نحب نوجه تحية إجلال خالصة بطبيعة الحال للمنبر الإعلامي شوف تيفي.